حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بودكاست مع أسيد. 3 رمضان. حلقة اليوم بعنوان الحركة الوهابية الأولى. في بداية عام 1922 سعى الملك عبد العزيز آل سعود لتوسيع نفوذه في شبه الجزيرة العربية. صب الملك عبد العزيز آل سعود أنظاره إلى منطقة عسير ومنطقة جبال شمر، لأن هذه المنطقة كانت تغطي صحراء كبيرة في قلب الجزيرة العربية، وهذه الأراضي كان يحكمها شيوخ بعض العشائر والقبائل، مثل ما كان الوضع سائد في منطقتين، منطقة حائل في السعودية ومنطقة عسير. وكان وده يحط إيده على هذه الأرض لسببين، حتى يصير بالقرب من الملك فيصل في منطقة العراق عندما كان ملك على العراق، وكان يبحث أن يحط يده أيضا على منطقة شرق الأردن الذي كان في هذاك الوقت حاكمها الأمير عبد الله الأول. وبعد وفاة محمد الإدريسي، الذي كان محمد الإدريسي قد وقع اتفاقية حماية مع الملك عبد العزيز آل سعود، فعندما توفاه الله بدأ الملك عبد العزيز آل سعود بالبحث والحصول على المزيد من الأراضي لتوسعة نفوذه أكثر وأكثر. وفي حزيران من عام 1922 سيطرت الأخوان الوهابيين على إسكاكة والجوف اللي هم يجوا شمال حائل، وبالفعل تمكن بن سعود من وضع سيطرته ونفوذه على أرض شاسعة، وملأ جميع الفراغات السياسية التي تركها الأتراك خلفهم. ومن هنا بدأ بملامسة الحدود الأردنية اللي هي إمارة شرق الأردن في هذاك الوقت والمملكة العراقية. وفي 1 تموز من عام 1922 تقدم الإخوان الوهابيون، وكان بعضهم أو أغلبهم من قبائل إعنزة وعتيبة ورولة، تقدموا باتجاه إمارة شرق الأردن إلى الحدود، وكان تعدادهم يفوق 2000 مقاتل. ثم تقدمت قوة كبيرة تقدر ب1500 رجل باتجاه وادي السرحان داخل الحدود الأردنية. وفي صباح 15 آب من عام 1922 تقدموا إلى 3 مناطق رئيسية: منطقة لواء الموقر، ومنطقة المشتة، ومنطقة الطنيب، اللي هي تعتبر مضارب قبيلة بني صخر. وبالفعل بدأوا على حين غرة، وعلى عملية كانت محكمة بعملية غدر واضحة وصريحة، قاموا بالقتل لجميع من يصادفونه، ولا كانوا يفرقون بين رجل وامرأة أو بين مقاتل أو أعزل. لكن ما انحل الفجر واتضحت الصورة أمام أبناء قبيلة بني صخر، فهب هبة الرجال شيوخ وزعمات قبيلة بني صخر لطلبة النجدة من أبناء قبيلة بني صخر الذين لا يعلمون بالحادثة وبالمعركة التي حصلت. وبالفعل طلبوا الفزعة، ووصلت فزعة قبيلة بني صخر، وفزع لقبيلة بني صخر بعض العشائر الأردنية من عشائر البلقاء. وبالفعل استطاعوا عندما تكاتفت الرجال القتل لحركة الأخوان الوهابيين، وتم قتلهم ودحرهم. كانوا أبناء قبيلة بني صخر وأبناء العشائر الأردنية يدافعون عن وطن، ويدافعون عن كرامة وعزة، وحسب الروايات التي ذكرت فيها وأرخت جميع التفاصيل، وصل القتال بين أبناء قبيلة بني صخر ومن معهم ضد الوهابيين، وصلت إلى القتل بالسلاح الأبيض، الخناجر والرماح والسيوف. وتميز أبناء قبيلة بني صخر والعشائر التي معهم ضد الوهابيين بخيلهم العربية الأصيلة بسرعتها، ضد ما كان يركب أبناء حركة الأخوان الوهابيين من جمال بطيئة السرعة. وهنا كان الفارق الكبير، انتصر أبناء قبيلة بني صخر والعشائر الأردنية بسرعة خيلهم وبسرعة الفزعة لبعضهم البعض. وهذه المعركة كانت نتائجها
عن هرب الأخوان الوهابيون إلى قلب الصحراء. وفي تعداد الشهداء في قرية الطنيب قتل ما يقارب 37 رجل من أبناء قبيلة بني صخر وامرأتان. وفي أم العمد قتل ما يقارب 3 رجال. وفي لواء الموقر قتل رجلين. أما الأخوان الوهابيون قتل ما يقارب 200 رجل منهم وأسر 53 منهم. وأرسل الأمير عبد الله بعض القوات العسكرية من عمان لنجدة أبناء قبيلة بني صخر في هذه المعركة. وبالفعل قاتل العسكر بجانب أبناء قبيلة بني صخر وردوا الغزاة إلى أعقابهم. ووصلوا أثناء هروبهم من العسكر ومن أبناء قبيلة بني صخر ما يقارب الحدود الأردنية اللي هي اليوم العمري شرق قصر الخرانة. وفي قلب الصحراء على أثر الجوع والعطش توفى ومات بعض هؤلاء الغزاة نتيجة إصاباتهم ونتيجة العطش ونتيجة الجوع. وانتصر بهذه المعركة أبناء قبيلة بني صخر وأبناء العشائر الذي هبوا وفزعوا لنجدة أبناء قبيلة بني صخر والعسكر المبعوثين لنجدة أبناء العشائر الأردنية من الأمير عبد الله الأول. وعلى أثر هذه الغزوة قامت الحكومة الأردنية في منتصف أيلول من عام 1922 بإرسال قوة مؤلفة من ما يقارب 250 ضابط وعسكري إلى منطقة أو قرية الكاف اللي هي قريات الملح أو قريات الملح، فبعثت بهم إلى هناك لحماية الحدود الأردنية. وكان يسيطر على قرية الكاف رحمة الشيخ نوري الشعلان. طبعا الشيخ نوري الشعلان لم يقاوم أبدا وسلم هذه المنطقة للقوات الأردنية لأنه كان قريب للأردنيين وكان يعلم أنه سيأتي يوم ويتم السيطرة على موقعه من قبل الحركة الوهابية. انتظرونا بإذن الله تعالى بحلقات جديدة للمزيد عن الحديث عن هذه الحركة الوهابية اللي هم أخوان من أطاع الله والرسول، هيك لقبوا نفسهم. في الختام، من لم تكن قبلته الأولى الوطن فلا هوية ولا وطن له. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع لايك على هذه الحلقة، ونتمنى أن نرى تعليقاتكم على هذه الحلقة وعلى هذا البرنامج. بودكاست مع أسيد، كل يوم حلقة. نشوفكم على خير. سلام عليكم.